السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وفاة تلميذ الخلوق والمتميز رفوف إسحاق البالغ من العمر 9 سنوات متمدرس بالسنة الرابعة ابتدائي حافظ لكتاب الله ببرج القران. وحسب المعلومات الأولية الفقيه تعرض لاختناق إثر بلعه لشيء لم يتم التعرف عليه، فاللهم اجعله ذخرا وشفيعا لوالديه يوم القيامة، والهم أهله جميل الصبر والسلوان.